احتفالية خاصة بمرور 75 سنة على العلاقات المصرية الروسية الدبلوماسية. أهلا بحضراتكم. هذه الاحتفالية تحظى برعاية من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتنظيم من الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية على رأسها وقيادتها الدكتور الصديق العزيز الدكتور شريف جاد. صعب قوي ان انا في كلمات بسيطة اقدر انه احصي توأمة العلاقات المصرية الروسية. علاقات امتدت لخمسة وسبعين سنة. لكن هناك فلاشات، هناك بعض المحطات اللي ممكن ان احنا نتكلم عنها. صحيح العلاقات بتتطور بمرور الزمن ومع قادة كبار ومع عدد من الرؤساء، لكن ما انساش انه يوم 26 اكتوبر 1943 كانت بداية هذه العلاقات الدبلوماسية. في غضون ما يقارب الخمس سنوات تحديدا سنة 1948، ربما نقول انه اول محطة في ذلك التاريخ كانت على مستوى الاقتصاد. ما اقدرش اقول كان اتفاق او شراكة، لكن ممكن اقول انه كان نوع من التبادل التجاري، هي نوع من المقايضة. كانت القطن المصري وقتها كان له سمعة كبيرة جدا، وكان بيروح لحد الجانب الروسي، في المقابل كنا بناخد منهم جمهورية مصر العربية خشب الأشجار وبعض الحبوب.